خس الجوع هي كلمة المحبة اللي بتطلع من قلوبنا، من بيوتنا، من جيراننا، من أهلنا، من قرايبنا. هاي المحبة اليوم اللي منعبيها بصحن ومنقدمه لأهلنا، بالنسبة لأهلنا هي كل شيء. وجود اليوم المتطوعين من كل الجهات، من كل الأعمار، من كل الفئات، هن اللي عم يجهزوا الأكل، اللي عم يقدم المواد، اللي عم يقدم تعبه ويجهز الوجبات، اللي بآخر اليوم عم ياخذ الوجبات ويروح يوزعها للعالم. هذا التكاتف الجميل اليوم ما بين حتى جمعيات وفرق، وفي عنا كنائس موجودة معنا اليوم عم تساعدنا بهذا الموضوع. احنا بالعادة نبلش ب2000 3000 وجبة، صعودا لل5000 لل7000 لل10000. أول عام من 9 سنين منبلش ب4000 وجبة، فهذا دليل الخير بعده موجود، والخير عم يتقدم لنا، والخير موجود معنا. كل السوريين مستهدفين، أي حدا عم يجي لنا بدي عم نعطيه. اليوم نحن مثل ما قلنا عبارة عن مطبخ لكل السوريين. مطبخ خس الجوع هذا صار له السنة 9 على التوالي موجودين نحن بهذا المكان. السنة الماضية ما كنا قدرانين نكون موجودين هون بسبب بداية جائحة كورونا، فكنا موجودين بمكان مسكر ومعزول أكثر. هاي السنة طبعا نحن رجعنا لهذا المكان، وطبعا محققين كل يعني أساليب الحماية. بدأت فكرته من فكرة الولائم الرمضانية. يعني هلا نحن من زمان، من كثير من زمان بيكون موجود الوليمة الرمضانية، كان بيكون موجود بقلب الجامع الأموي. نحن هون منتفق مع الأعداد والفرق اللي بتنزل بتساعدنا برمضان. مثل كل نهار نحن منبلش بالخضرة، نحن منقطع الخضرة تفصيل صفور، جزار، بندورة، بطاطا، كله بيكون هذا جاهز بيتقطع بيتنظف لحتى يتحضر لنوصل لمرحلة انه يبلش نرفع الطبخة ونحط على النار. اليوم نزلت لساعة تحضير الافطار لرمضان. كلياتنا هون مجتمعين على المحبة. كل يوم صبح منيجي 10:30 منبلش بالغسيل الخضروات وتحضير الطاولات، والبعضة بيروحوا على المطبخ. وهيك عبين ما يصير وقت ساعة 4:45 ببلشوا بيجوا عالم منوزع لهم الافطار. نحن هون فريق الطبخ مختصين بتجهيز الوجبات لحتى تتم تعبئتها بصحون وتوزيعها للناس المحتاجة. مثل ما شفنا كمان في عندك الفريق المختص بتبريد الرزق قبل حطه بالوجبات مشان تتبرد وتتغلف وتتوزع للناس المحتاجة. كلنا بدنا نكون موجودين مع بعض كرمال بعض، لما بكون جاري بخير انا رح اكون بخير.